السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم وصفة جديدة، وهي عبارة عن طريقة صنع زيت الحلبة في البيت. وسنحتاج في هذه الوصفة الى زيت الزيتون والحلبة والماء. احنا نعرف ان زيت الحلبة يعمل على تسمين الارداف والخدود، وكل منطقة اخرى تحب تسمنيها في جسمك يعمل زيت الحلبة على تسمينها وزيادة وزنها. ننتقل إلى طريقة التحضير. نحتاج في هذه الوصفة إلى كاس من الحلبة، اللي هو هذا. نفرغوه في كسرونة كما هذا. ونحتاج كاس زيت زيتون. أنا ما درتش زيت زيتون وحده، درت معه زيت الطياب، يعني نص زيت زيتون ونص زيت الطياب. نصبوه على الحلبة. هكذا. ونضيفوا عليه زوج كيسان من هادو ماء. معناها زوج كيسان، معناها الضعف تاع زيت زيتون. نضيفوا عليها كما هكا. بعد ما خلطنا المكونات مع بعضها، يعني الماء والزيت والحلبة، نحطوها فوق النار حتى ينشف الماء نتحصلوا على زيت وحده. وين حطيتها على النار، بعد دقائق نشوفوها كيفاش تولي. ننصحكم انكم تغلوها على نار قليلة، لانه لو كان تحطوها على نار قويه الماء والزيت يتفاعلوا ويولوا يطايروا. كما راكم تشوفوا ذوك، بعد مرور دقائق انه الماء مازال ما تبخرش كامل، معناها نزيد ونخلوها تغلي حتى يعطينا الزيت وحده، يعني ما فيش الماء نهائيا. بعد ما الماء نشف تحصلنا على زيت حلبة صافي، نخلوه يبرد ومن بعد نصفوه. طريقة الاستعمال تكون في المنطقة اللي حبيتيها انت يوميا بالليل، او اذا حبيتي استعمليه في النهار بشرط تخليه لمدة ساعتين وتغسليه. نتمنى تكون استفدتم من الفيديو. نلتقي في فيديو جديد.